متابعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده، وقبل ما نبتدي الحلقه نصلي على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. حلقه النهارده جايب لكم ردود افعال الصحف الانجليزيه عن اداء رياض محرز واداء مانشستر سيتي بالامس. مانشستر سيتي اللي فاز بصعوبه بالغه على بروسيا دورتموند 2-1، والمباراة الإياب صعبة وصعبة جدا. هجيب لكم كلام الصحف الإنجليزية عن رياض محرز وتنقيط رياض محرز في مباراة امبارح وترتيبه كأفضل لاعبي المباراة. كل ده هقوله لك جوه الحلقة، وهنتكلم شوية وندردش عن فرص مانشستر سيتي في الذهاب الى دور الاربعة، وايه اللي خلى مانشستر سيتي بالسوء ده امبارح. هقول لك ده كله جوه الحلقة. معكم اخوكم عصام السرساوي. اول مرة تتفرج عليا شرف لي انك تشترك في قناتي وتفعل زر الجرس، ولو جديد او قديم اعمل لايك. اللايك بيزود فرصنا في ظهور الحلقات، بيفيدنا في ظهور الحلقات، فدعما منك لينا اعمل لنا لايك وشير، وتعالى بقى نتكلم عن رياض محرز ومانشستر سيتي. يلا بينا. في البداية مباراة كانت في غاية الأهمية. كنت متوقع في الحلقة اللي قبل المباراة بيوم ان رياض محرز كده كده هيلعب أساسي، والناس طلعت قالت لي انت بتتوقع ولا بتقول لنا انه هيلعب؟ فيا جماعة طبيعي ان مباراة كبيرة زي دي لازم رياض محرز المتألق في الفترة الأخيرة هياخد فيها أساسي. قلت لكم انه لازم هينزل بالتشكيل بتاعه الأساسي، وهو طلع في المؤتمر الصحفي وقال لا اصلا انا هريح، اصل اللعيبة مش مكان. قلت لكم الكلام ده كله واقف ومفيش الكلام ده، والراجل لازم يعتمد على التشكيلة الأساسية، لأن المباراة صعبة جدا جدا، والمباراة صعب إن يطلع فيها حتى كلين شيت، وده اللي حصل فعلا في مباراة امبارح. رياض محرز بدأ أساسي، رياض محرز تألق امبارح، المباراة كانت صعبة وصعبة جدا. رياض محرز أشادت به الصحف العالمية في إنجلترا واتكلمت عنه وقالت إن رياض محرز واخد أحسن ثالث لاعب في المباراة بعد كل من كيفن دي بروين وفيل فودن اللي أحرزوا الأهداف، وهو صانع الأسيست الهدف الاول، واخد ثالث اعلى تنقيط في المباراه. رياض محرز بدا المباراه اساسي، وزي العاده في الفتره الاخيره لما كنا بنقول ان رياض محرز ما بياخدش اساسي ويديله فتره ورا بعضها عشان تتفرج على محرز، وده اللي حصل. بيب جوارديولا ابتدى يعتمد عليه، لان رياض محرز بيثبت له كل يوم ان هو صفقه قوية وقوية جدا، وان هو ما يقعدش دكة ولازم يعتمد عليه بصفة اساسية وتألق اذا كان في الدوري الانجليزي ولا في دوري الابطال في الفترة الاخيرة. فمحرز امبارح لعب مباراة اكثر من رائعة وخد ثالث اعلى تنقيط في المباراة 7 و8، رقم واحد دي بروين 8 و3، في الفودن اللي احرز الهدف الثاني كان لازم ياخد التنقيط الاعلى، لانه هو يعني يعتبر اللي انقذ مانشستر سيتي من فخ التعادل، وخد 7 و9، رياض محرز واخد 7 و8، الفرق مش كبير. لكن رياض محرز امبارح عمل مباراة هنقول جيدة، مش هقول لك ممتازة يا سيدي، لان مانشستر سيتي ككل لعبت مباراة يعني نقدر نقول جيدة، مش جيدة جدا، لان مش ده المتوقع. انا كنت متوقع ان بروسيا دورتموند صعب انه ما يجيبش اهداف، حتى لو بيلعب في انجلترا عنده هالاند، عند رايس، عنده لعيبة وكفاءات رويس، وعنده لعيبة بكفاءات كبيرة، فصعب ان الموضوع يطلع كلين شيت لمانشستر سيتي. لكن اللي فاجئني في اداء مانشستر سيتي ان مانشستر سيتي ما لعبتش بأريحية، ان مانشستر سيتي جات لها فرص بس ما عرفتش تترجمها، وكان ممكن المباراة تفلت منها وتطلع لي التعادل، لان المباراة لحد الدقيقة 90 1-1، فالمباراة كانت هتتصعب قوي التعادل. 2-1 مش حلو قوي، لان بروسيا دورتموند لو فازوا 1-0 يصعب، بس صعب ان مواردو ان مانشستر سيتي حتى وهو بيلعب في المانيا انه ما يحرزش اهداف. مانشستر سيتي ممكن يروح يفوز عادي على
بروسيا دورتموند في المانيا الموضوع مش صعب، لكن اتصعبت. كان ممكن النتيجة تبقى احسن من كده، كان ممكن تبقى اسوأ من كده، لان بروسيا دورتموند برضو ضيعت اهداف. بروسيا دورتموند هالاند انفراد صريح 100%، وفي كورة كان ممكن الحكم ما يحسبهاش باول، بس هي من وجهة نظري فاول صحيح، لما كان بيطلعها ادرسون خدها اللاعب وحطها جول اوفسايد، من يعني فاول من وجهة نظري، فاول صحيح جدا جدا. فمانشستر سيتي امبارح ما كانش في يومه، وان كان برضو اللي انا شايفه ان بيب جوارديولا معنده معاه قوي في دور الثمانية، يعني في دور الثمانية من وقت ما جه مع مانشستر سيتي وهو ما بيعديش الدور ده، مش عارف، الموضوع صعب بالنسبه له، الموضوع بيبقى عامل ماتشات في المجموعات ويجي في الادوار دي مش عارف يصعد، مش عارف يوصل للادوار اللي قبل النهائي والنهائي، فهي تحس كده انها معنده معاه. فرص بقى مانشستر سيتي في مباراة العودة وتكتيك بيب جوارديولا في مباراة العودة، هل هيلعب على الاستحواذ زي ما بيلعب؟ هل هيتراجع ويلعب على الهجمة المرتدة؟ مين اللي هيبدأ أساسي؟ مين اللي هيبقى احتياطي؟ أعتقد أنه في مباراة الدوري هيريح رياض محرز، ممكن يريح دي بروين، هيريح اللعيبة اللي هو محتاجهم في الأبطال في الأسبوع اللي بعده، ده متوقع لأن المباراة هتبقى صعبة وعايزة اللعيبة الجاهزة بدنيا. فانا هتوقع ان يعني في مباراة الدوري يوم السبت او الحد الجايين لازم هيقعد اللعيبة اللي هو محتاجهم في الابطال، اعتقد انه هيقعد محرز المباراة دي وهيدي للعيبة تانية، وهيقعد ممكن دي بروين، فهنشوف ويلعب فرناندينيو، هنشوف التشكيل بتاع يوم السبت والحد. ظروف بقى العودة، العودة صعبة جدا جدا وكل الاحتمالات واردة، المباراة صعبة على دورتموند أصعب ما هي على السيتي، لأن أنت بتلعب في أرضك مطالب أن أنت تفوز بكلين شيت، وتفوز 1-0 2-0 بكلين شيت، مطالب أنك ما يخشش فيك أهداف، وده صعب مع مانشستر سيتي. أعتقد أن بيب جوارديولا هيلعب لعبه، بيب جوارديولا لا هيركن للدفاع ولا هيدافع، لا هيلعب لعبه اللي هو بيلعبه، هيحاول يحرز هدف في بداية اللقاء، وهيحاول يحرز أهداف ويفوز كمان بالمباراة، لأن بيب جوارديولا فكره كده، فكره أن أنا ما بلعبش كرة دفاعية، أنا مش هينفع أدافع، لأن أنا لو دفعت هتغلب، والمباراة مش محتاجة اهداف كتير، ده محتاجة هدف واحد من بروسيا دورتموند 1-0 يصعدهم، فالموضوع هيبقى صعب برضو على بروسيا دورتموند، وصعب قوي لان مانشستر سيتي فرقة هجومية قوية، فرقة بتعرف تجيب اهداف، فصعب ان انت تطلع كلين شيت. انا من هنا زي ما قلت قبل مباراة انجلترا ان المباراة مش هتطلع كلين شيت للفرقتين، الناحية التانية برضو المباراة في المانيا مش هتطلع كلين شيت، صعب قوي ان بروسيا دورتموند تطلع كلين شيت المباراه دي وتكسب 1-0، لا النتيجه انا اتوقع صعود السيتي، وان كان ممكن الحظ يعاندهم، ممكن مفيش مشكله، ممكن تأدي اللي عليك وحظ عندك، لكن انا اتوقع ان مانشستر سيتي هو الاقرب للصعود برضو حتى بعد ما فاز 2-1 بس، لان السيتي فرقه بتعرف تكسب بره زي ما بتعرف تكسب على ارضها، فرقه هجوميا ما بيفرقش معاها هي بتلعب فين، وبالذات كمان ان البطوله من غير جمهور، فالموضوع بقى عادي انك تلعب هنا او تلعب هنا، الملاعب كلها كويسه، بتلعب على ارضك بتلعب بره ارضك ما بتفرقش مع الفرق الكبيره اللي عايزه تاخد البطوله، والسيتي من الفرق دي. انت برضو قول لي رايك في الكومنتات وتوقعاتك للمباراه. كده بنكون وصلنا لنهايه الحلقه، ودمتم في أمان الله. سلام.